أهلا بكم إلى هذه النشرة الثقافية التي أتيكم على قناة الجزائر الدولية. بداية، منذ تعيينه سنة 2014 على رأس الجوق السيمفوني الوطني، ساهم الفنان أمين قويدر من خلال نشاط الأوركسترا السيمفونية الوطنية في التعريف بالموسيقى الجزائرية على الصعيد العالمي، كما عكف على التعريف بالتراث الوطني في مختلف التظاهرات الدولية. المايسترو أمين يرفض حصر الموسيقى الكلاسيكية في جمهور الطبقات الراقية، مؤكدا على أن الاستماع بهذا الذوق الموسيقي الفني يخص الجميع بالنظر لما تحمله من قيم ورسائل من شأنها ترقية الذوق. مشواره الحافل بالإنجازات جعله يفوز بلقب فنان أوركسترا اليونسكو للسلام لسنة 2021. في باحة الساحة العسكرية باراكاس، اجتمع 12 موسيقيا لنيل لقب أكبر أوركسترا في العالم. للمزيد نتابع هذا التقرير. إذا ما كسر وتر لا تتوقف، وإذا أضعتم التقاسيم لا تتوقف، اعتمدوا على الذاكرة ولكن لا تتوقف. درس من الموسيقي الفنزويلي دافيد أسكانيو لفرقته الموسيقية التي يحثها على تحقيق حلم الرقم القياسي في موسوعة غينيس. 12 ألف موسيقي من فرق الأوركسترا الشبابية في فنزويلا اجتمعوا في باحة الساحة العسكرية بكاراكاس مع حلول الظلام في العاصمة ليمنحوا لقب أكبر أوركسترا في العالم. التربية الموسيقية هو برنامج قديم أطلقه المايسترو الراحل خوسيه أنطونيو تحت اسم السيستيما في عام 1975 بهدف إتاحة الموسيقى لآلاف الأطفال المنحدرين من الطبقات الشعبية، وتم استنساخ هذا البرنامج في عشرات البلدان، كما تخرج منه كبار قادة الأوركسترا في العالم. خلال 12 دقيقة أدى الموسيقيون 8 مقطوعات للروسي إيليتش تشايكوفسكي بقيادة المايسترو أسكانيو، وتنتظر الفرقة إعلان النتائج في الأيام القادمة لتحقيق حلم أكبر أوركسترا في العالم بعد أوركسترا سانت بيترسبورغ الروسية التي حققت الرقم في عام 2019 بعرض يضم 8097 موسيقياً. فقدت الساحة الأدبية الإفريقية واحدا من أهم وأشهر كتابها، تاركا إرثا ثقافيا كبيرا. فقد 49 رواية ترجمت لأكثر من 30 لغة. للمزيد عن الكاتب نتابع هذا التقرير. عن عمر ناهز 88 عاما توفي ويلبر سميث الكاتب الجنوب إفريقي بعد مسيرة طويلة في مجال التأليف والكتابة. روايته الأولى كانت سنة 1964 تحت عنوان عندما يتغذى الأسد، لتليها أعمال كثيرة غيرها، فجادت قريحته ب 49 رواية، كما ترجمت أعماله لأكثر من 30 لغة، باع منها ما يربو عن 140 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. ولد سميث في زامبيا سنة 1933 لعائلة بريطانية، وكان ناشطاً في مجال الحفاظ على البيئة. من أبرز أعماله سلسلة The Courtney Novels المكونة من 13 رواية عن سيرة عائلة خلال أكثر من 3 قرون منذ بدء الاستعمار الأوروبي لإفريقيا إلى غاية نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. صراخ في وجه الشيطان وعدة روايات أخرى ترجمت إلى أعمال سينمائية، ما شجعه على التفرغ للكتابة، حيث تناولت أعماله التفاصيل الأصلية عن أسلوب الحياة الإفريقية. وفي الشأن السينمائي دائما، كوبيليا فيلم يعرض معالجة درامية بشكل معاصر عن تأثير ثقافة الاستهلاك والرأسمالية على البشرية. الفيلم من إخراج جيف تيودور وستيفن
دي بيور وبين تيسور، بطولة راقصة الباليه الأمريكية ميكايلا ديبرانس. للمزيد من التفاصيل في هذه الورقة. Once upon a time, a girl called Swan. عمل سينمائي يحمل اسم كوبيليا، الفيلم قدم بطريقة معاصرة للكشف عما يعيشه الإنسان من ضرر بعد أن وقع فريسة تحت استغلال القوى الرأسمالية وكذا عملية التجميل. استمدت أحداث الفيلم لقصة رجل الرمال لارنس هوفمان التي تروي قصة شخص يصنع دمية رغبة منه أن يهيبها الحياة الجميلة. مزج الفيلم بين الرسوم المتحركة بالتقنية ثلاثية الأبعاد والرقص للتعبير عن القصة، كما تنوعت الموسيقى بين الكلاسيكية والمعاصرة لتعطي المشاهد لقطات إبداعية مغايرة عن الأفلام العادية. كما سبق أن الفيلم عرض في العديد من المهرجانات العالمية والدولية كمهرجان إنسي لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا والدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر. فيلم كوبيليا يعد إنتاجاً مشتركاً بين العديد من الدول، إخراج جيف تودور إلى جانب ستيفان دي بيول وبين تيسورو، بطولة الراقصة الأمريكية المشهورة ميكايلا دي برانس. في الشأن الوطني الآن، المسابقة الوطنية للأغنية الثورية في طبعتها الثانية بولاية البليدة وبإشراف مديرية الشباب والرياضة والمجلس الشعبي البلدي وبمساهمة مديرية الثقافة ومن تنظيم جمعية رحاب الثقافية تحت إدارة لجنة التحكيم المكونة من كل من الفنانة ندى الريحان والفنان سامي زرياب ويوسف سلطاني. ومن بين أكثر من 700 مشارك تم اختيار 12 مشاركا للمرحلة النهائية من مختلف الولايات. للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. المسابقة الوطنية للأغنية الثورية التي حملت شعار ثورة الأحرار وتخليدا لروح الفنانة صالحة التي أدت عدة أغاني وطنية وثورية. انتقت فيها لجنة التقنية 72 مشاركا في المسابقة والذين سلمت فيديوهاتهم مباشرة للجنة التحكيم التي استغرقت يومين لاختيار المتنافسين للتصفية النهائية وكان عددهم 12 مؤهلا للنهائي. وينتظر القائمون على المسابقة جيلا جديدا لديه قدرات صوتية جد عالية رغم نقص الإمكانيات ونقص الرعاية، إلا أن الموهبة موجودة. فقد تم انتقاء 12 مؤهلا من بين 72 مترشحا، ومن 12 متسابقا تأهل للنهائي 3 أصوات لينال واحدا من هؤلاء الثلاثة لقب أحسن صوت يؤدي الأغنية الثورية على المستوى الوطني. الفائز باللقب كأحسن صوت وطني يمكن أن يتكفل به من طرف المنتجين وكتاب الكلمات أو القائمين على الثقافة ممن يصطادون مثل هكذا أصوات رائعة. ما أجمل الأغنية الثورية وما أجمل أن نبقى دائماً فخورين بكل ما نملكه من تراث موسيقي. للمزيد على هذه التظاهرة وفعالياتها نستقبل كل من سامي زرياب عضو لجنة التحكيم بالمسابقة وصاحبة المركز الثالث في المسابقة نرجس عبد الدايم. صباح الخير ياسر، صباح الخير لمشاهدين القناة الدولية. سعيدا دائما بالاستضافة ويشرفني أن يكون حاضر ولو لأول مرة. مبروك على القناة، إن شاء الله مزيد من العطاء والتقدم إن شاء الله. صباح الخير نرجس. صباح الخير، السلام عليكم أول شيء، ونشكركم على هذه الاستضافة الجميلة. يا نرجس تحسها خجولة شوية. نبدأ معك سامي. سامي، بالنسبة لهذه المسابقات، تنظيم مثل هذه المسابقات بالتنسيق مع
العديد من الجمعيات والهيئات الوطنية. كيف يتم التحضير لهذه المسابقات أولا؟ على كل حال التحضير يعني قائم، ما نقولكش على شهر ولا شهرين، لكن ياخذ مدة، ربما ياخذ عام ياخذ عامين، لأنه التركيز خاصة في المسابقة يجعل من المؤطرين أنهم يوضعوا قوانين، والقوانين هذه تأخذ وقت لأن فيها مشاورات وفيها كما قال لك الحق حتى وين يفوتوا بيناتهم على قانون داخلي، على قانون باش يمكن المشارك أنه يحترم القانون الداخلي للمسابقة من خلال مؤهلاته الصوتية أو من خلال الهندام تاعو أو حتى الكومبورتومون كما نقولوها. التحضير يمس كامل الفئات الفعالة في المجتمع الجمعوي أو حتى في إطارات من الناس اللي قايمين في المديريات أو الثقافة أو حتى شباب، باش يكون عندهم بصمة من خلالها تمكن الفئة الجميلة من الجيل الجديد أنهم يشاركوا، لأنه كل واحد كما قالك عنده موهبة. من خلال هذه المسابقات نتمكنوا أنه نبرزوا أصوات للجيل الجديد، الجيل القادم. كيف كان اختيار لجنة التحكيم؟ من قبل من كان اختيار لجنة التحكيم؟ على كل حال فهذه طبعة تانية، أنا مشاركتي في طبعة تانية لأنه كنت في الطبعة الأولى، والإجماع يكون من خلال أعضاء الجمعية بالتنسيق مع مديرية جمعية رحاب لمهيب الشباب وعلى رأسهم الأستاذ سيد أحمد سليمان، وكذلك أعضاء في مكتب تاع مديرية الشباب والرياضة، هما اللي يعني تم اختياري أنا والأعضاء اللي معايا في لجنة التحكيم. طيب أكيد أنه مسابقة وطنية راح يكون فيها الكثير من الأصوات والكثير من الخامات الصوتية. أكيد. كيف يمكن اختيار وانتقاء أفضل العناصر، خاصة أنه كان أكثر من 700 مشترك ومشتركة في البداية؟ على كل حال هذه المرة شوية صعبة، لأنه يعني نظرا لجائحة كورونا دونك ما كانش ممكن أنه المترشحين يتنقلوا من الولايات إلى ولاية البوليدة. فتحت الجمعية حساب على الفيسبوك وين استقبلنا الأعمال بار إيميل وعلى صفحة فيسبوك، دونك جاونا الأعمال من كافة ولايات الوطن. ومن بعد يعني كيفية أننا اقتنينا الأصوات هذه، احنا وضعنا كما قلوا دي باراميتر في لجنة التحكيم، من بينهم نذكر يعني على سبيل المثال كاين إيقاع، كاين الأداء، كاين الصوت، كاين النطق الارتيكولاسيون أو البرونونسياسيون. دونك هادو من بين النقاط اللي ناخذهم بالاعتبار باش نقدروا نقيموا عمل المشارك من خلاله يتأهل ولا تكون عنده فرصة أخرى. تذكرت عناصر، لكن الإحساس لا يتوفر من بين هذه العناصر. لا الإحساس يبقى فصفص أكثر، لأنه ربما يقدر يكون سجل في استوديو ولا يكون بالك، بصح الإحساس يكون مباشر أحسن، لأنه اللي يكون يسو ترانسمي كما قال لك أحسن كيكون فصفص. طيب سمعنا رأي لجنة التحكيم، عضو لجنة التحكيم سامي زرياب اللي وضح لنا كيف كان اختيار وانتقاء العناصر. الآن نروح ومباشرة إلى المشاركة، كيف كانت الأحاسيس يعني لما بعثتي بالفيديوهات، لأنه كانت عبارة عن إرسال فيديوهات في البداية؟ نعم. كيف كانت المشاركة في البداية؟ في البداية كنت مترددة باسكو أغنية ثورية وأنا عندي 60 نغني فيه هو الطرب. بعد بعت الفيديو بعد جاوبوني 10 ايام هكذاك، جاوبوني باللي راني سي بون متاهله، فرحت بزاف وحبيت نجرب يعني نغني اغنيه توريه. حوست على اغنيه تكون طربيه وتوريه او ميم طون، لقيت باللي كاين اغنيه يقولوا لها عيد الكرامه تاع وردة الجزائريه جميل. واديتها. جميل. طيب لما اديتي الاغنيه وأمام لجنة التحكيم متكونة من سامي زرياب من الريحان فنانين كبار يعني، كيف كانت لحظات رائعة؟ نديجا ندر الريحان حبها بزاف،
كما يقول لك قدوة باسكو صوتها بزاف شباب. سامي زرياب تاني معروف، كنت نتمنى تاني اني ندي من الخبرة تاع يوسف سلطاني، تلاقيت به نصائح ديالو بزاف فادني، وكانت مسابقة هايلة من كاع الجوانب، كانت مسابقة هايلة. ما كانش فيه تخوف، ما كانش فيه رهبة على المسرح، لأنه مقابلة الجمهور أول شيء، وثانيا مقابلة لجنة التحكيم من طراز عالي، يعني الفنان بحد ذاته يكون عنده تخوف، يكون عنده القليل من الريب. كان كاين تخوف سيرتو كي تطلع سيغ سان شويه، بالك القدرات الصوتيه تاعك تنقص باسكو راك خايف ولا راك هشمان ولا دونك. كنا كان يقولنا سامي زرياب يقولنا سيو تشوفوا ما كاش الناس، شغل غنوا راكم وحدكم باش تقدروا تغنوا باريحيه، وانا درت هكذايا واديت مليح والحمد لله. طيب سامي، يعني لما تعطي نصيحه للمشاركين ولا يكون نبع من القلب اكيد، ومن اجل توجيه هاد المشاركين أكيد. لما هو افضل افضل وين. كيف كان التعامل مع المشاركين انت كعضو لجنة التحكيم؟ شوف خليني نذكرك انه كانت يومين تعطيريين اللي سبقوا اليوم او الحفل النهائي البرايم اللي كانت يوم 28 و29، دونك كان احتكاك كبير بالمتسابقين اللي حضروا الى ولايه البوليده، وكان تكفل بهم تكفل يعني بالاطعام والمبيت. الاحتكاك كان في يوم 28 كلقاء وين تعرفت على المتسابقين، انك تكتشف شخصيه، تكتشف كاريزما، تكتشف موهبه كذلك، تشوف كما قال لك الهيئه تاع المتسابق. في اليوم 28 كان كاين كوتش، كان كاين معنا كوتش صوتي فوكال اللي يعني شفنا المتسابقين، خيرنا لهم الطبقه تاعهم، شفنا الامكانيات التكنيك تاع لافوا تاعهم، والحشيه انتقلنا الى دار الثقافه وين كان كاين جوق موسيقي تحت قياده الاستاذ يوسف سلطاني، وجازوا كل متسابق جاز كل واحد بالغنية تاعو تجارب الاخر. دونك الاحتكاك تاعي او كما قلنا نصائح كانت بكل مصداقيه، لانه قلت لك كل متسابق عنده شخصيه، عنده كاريزما، كاين اللي يتقبل نصائح، كاين اللي يتقبل النقد، كاين اللي ما يتقبلش العكس. دونك كاين جانب نفسي، كاين جاي اكيد النقد البناء، انا نتبنى النقد البناء اكيد. وكان يعني كل واحد استعملت معه طريقه كيفاش نصحته، كيفاش وجهته، يلو كان بالخزرة لأنه هل أندلس يفهموا الإشارة. كان شيء جميل أنك تحتك بجيل جديد، بجيل وجايب أصوات جميلة موعودة كذلك اللي راح إن شاء الله تحمل هي المشعل، وبين قوسين بك جابت لكم لتخوفي. جميل جدا. فوالا هاو لتخوفي، أعطيني شهادة، هذا لتخوفي تفضل، هذا تاع المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة لأفضل صوت، أفضل صوت، أغنية ثورية. جميل جدا. طيب نرجس، بالنسبة لهذا هذا التتويج ولا هذا اللقب اللي نلتيه، ماذا يمثل لك أولا؟ ما أقول لك بداية ديالي، بداية مشوار، بداية مشوار. باسكو قد ما نكون نعرف لا ميوزيك ولا نغني نقول مازال، باسكو الموسيقى كما يقول لك بحر ما يخلصش. دونك هذه أول تجربة ليا وكانت على هذا النحو الحمد لله. أنا نفهم من كلامك أنك ستعيديننا بمشوار فني حافل. إن شاء الله. إن شاء الله، لما لا بعد سنة أو سنتين سيتم دعوتك على أساس أنك فنانة كبيرة وعندك مشوار وعندك مسار وعندك مسيرة وعندك ألبومات. هذا هو الشيء اللي يخليكم من خلال المسابقات تنطلقوا في مشوار فني لا بأس به. يلا خليني نطرح لك سؤال، كيف كان التعامل مع لجنة التحكيم؟ ماذا تعلمتي من لجنة التحكيم؟ تعلمت منهم كلش. سامي زرياب كان عبارة عن مرشد غذائي، ما تاكلوش هادي ما نديروش هادي باسكو ماشي مليح على لافوار، رقدوا بيا ما تتقلقوش، كان ولا غير كان معنا كما يقولوا في كل لحظة. الأستاذ يوسف سلطاني كان على الإيقاع، المقامات، كيفاش ما تنساش العفيس الصغار باش الانسجام مع الجوق الموسيقي.
ندى الريحان كانت تاني بزاف كما نقولوا مشجعتنا. كنت كي كنت نغني سيغ سان تضحك لي هكذا وتكوراجي فيا باش كاع يروح لي ستريس ويروح لي الخوف تاع لاسان. جميل جدا. سامي الان يعني بعد هذه الطبعه, هل الطبعه المقبله سيكون فيها تحديثات, هل ستكون فيها تغييرات؟ ما يعني حقيقة ما عنديش فكرة, أنه الأمر سابق لأوانه يعني. ربما أشوف يعني أنا استدعيت للمرة الثانية كما استدعيت للمرة الأولى باش نكون في لجنة التحكيم, ربما يتغير الرأي, ربما تعطى فرصة أخرى للفنانين يحين يشاركوا وتكون عندهم تجربة في التحكيم, كذلك تكون عندهم مؤهلات أكثر باش تجربة مؤهلات باش يكون في لجنة التحكيم. لكن أنا متفائل وعندي ثقة كبيرة في رئيس الجمعية سيد أحمد سليمان ومؤطرين اللي في مديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة كذلك, لأنهم يرون الأفضل والجميل للجيل باش يعطوا له فرصة أنه يبرز وتكون عنده إطلالة من خلال هاد المسابقات, لأنه مثل هاد المسابقات ينكتشفوا الأصوات, ما نقدروش إحنا نتوجهوا للمعاهد والجمعيات الموسيقية. دونك هادو ما اللي يخلوا التنافس, وخليني بين قوسين نشجع كل متنافس شارك بكل شجاعة وبكل جرأة, لأنه ماشي سهل أنك توقف فوق الخشبة وأنك تشارك وأنت راك على بالك لأنك تسقط أو أنك ما تتحصلش على مرتبة ثانية وثالثة, يعني بشجاعة كبيرة وبجرأة أنهم وقفوا وشاركوا. شيء جميل أنه تكون شجاعة وجرأة, تكون كذلك موهبة وصوت. جميل جدا. يلا خليني نطرح لك آخر سؤال حتى نستكمل أخبارنا الثقافية لنهار اليوم. بالنسبة لعروض أخرى موازية ومشابهة, ماذا يحضر سامي زرياب؟ عمل إن شاء الله قريب حيكون لمشاركة ثانية. نعم, بأوبرا الجزائر. بأوبرا الجزائر. عندك فكرة ياسر, شكرك على المتابعة. ياسر دائما هكذا, ياسر دائما يتبع الأخبار الفنانين. حتكون لي مشاركة ثانية في تكريم, كنت شاركت في تكريم 2017 الفنان الراحل سامي الجزائري. هذه المرة إن شاء الله يكون تكريم لثلاث أصوات عملاقة من الفن الجزائري الأصيل, أساتذة كبار. حيكون تكريم للأستاذ رابح درياسة اللي فقدته الصحة الفنية مؤخرا, ربي يرحمه, رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. ويكون كذلك تكريم لأستاذنا العماري, وتكريم لأستاذ الأساتذة عبد الرحمن عزيز اللي اتصلت بي الأوبرا باش نمثل أو يكون عندي حصة تاع الفنان عبد الرحمن عزيز. رانا في التحضيرات إن شاء الله. التكريم يكون يوم 12 أو 16 ديسمبر على ما أظن في أوبرا الجزائر بولاد فايت. جميل جدا, وإن شاء الله ستكون القناة الدولية من بين المواكبين لهذه التظاهرة ولهذا الحدث. نشكرك كثيرا سامي زرياب على حضورك معنا في هذه النشرة الثقافية. نرجس نبارك لك هذا التتويج ونشكرك على الحضور معنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا نواصل الآن في أخبارنا, حيث اختتمت فعاليات الدورة 30 يوم أمس لمهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم على خشبة مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية. الختام كان من إحياء الفنانة نجدة الرومي وكوكبة من نجوم الفن العربي. للمزيد من التفاصيل نشاهد هذا التقرير. وفي الشأن الدولي والعربي, يعتبر جامع البطرس واحد من أهم مساجد طرابلس اللبنانية, إذ يتميز بعناصره الهندسية والمعمارية التي تنتمي إلى الهندسة والفن المعماري الإسلامي. تتكتف فيه العناصر الجمالية وهندسات التي تعتبر تحديا معماريا قل نظيره على المستوى العالمي, وتتداخل فيه عناصر هندسية من عصور السابقة. للمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. البرطاسية اسم يطلقه العامة على الجامع البرطاسي في إشارة إلى أنه كان مدرسة للتعاليم الدينية قبل أن يتحول إلى مسجد. بنى المدرسة الأمير شرف الدين عيسى بن عمر البرطاسي الكردي.
يجمع مختلف المتخصصين في الشأن المعماري والأثري على أن مسجد البرطاسي هو أكثر مساجد طرابلس اللبنانية جمالاً، ويحتوي على العديد من العناصر المعمارية المماليكية والتي لا تجتمع في منشأة واحدة كما تجتمع في البرطاسي. فباب الجامع الرئيسي ونوافذه ذات العتبات المقنطرة مبنية من حجارة سوداء وبيضاء متناوبة، وهي تقنية تسمى البلقاء، أتى بها المماليك من مؤثرات ومناخات بنائية شمال أفريقية. ومع ما يحمله من تحد معماري، واجه البرطاسي عاتيات الدهر، فنجا في العصر الحديث من فيضان النهر الذي يلاصق مجراه حدود الجامع سنة 1955، كما نجا من التخطيط المدني الذي صمم لتجاوز ما يفرزه الفيضان. ومن روائع المسجد الخارجية قببه الثلاثية. أما عن محراب البرطاسي فهو الأفخم بين كل محاريب طرابلس، وتتركز فخامته في ديكوراته وموزايكه. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لنهار اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.